أسعد الله صباحكم بكل خير أحبتي ومشاهدينا الكرام في كل مكان، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامج واحد من الناس، بين أهلنا وناسنا وأهلنا وأصدقائنا وأخوتنا بمنطقة الشعلة. اليوم بسوق الشعلة، سوق النصر، هذا السوق اسمه سوق النصر. وسألت أنا قبل شوية أحد الشباب، قلت له هذا السوق شو اسمه؟ قال بس هذا الفرع اسمه سوق المزدحم، يعني حركة السوق سوق الشعلة رغم الظروف اللي يمر بها البلاد، السوق بحركة ومزدحم. لذلك أنه هذه التسمية أكيد انطرحت بسبب أنه الازدحام اللي موجود، الازدحام البشري اللي موجود داخل هذه المنطقة وتحديدا داخل هذا السوق. الشعلة قديمة والشعلة قريبة جدا إلى الكاظمية، وإداريا بلدية الشعلة وتفاصيلها هو للكاظمية، والكل أو الأغلب يعرفون وضع الكاظمية، ومنطقة الكاظمية هي تعتبر أيضا من مناطق بغداد وواجهة بغداد. والزحامات اللي تصير في مناطق شعبية، اكو ناس ملتزمه. السلام عليكم، شلونك عمي؟ شو اخبارك حبيبي؟ قواك الله، قوا حيل، رمضان كريم مبارك علينا وعليك. بالسلامة عليك فيك ويسلمك. رحمه الله. شلون اليوم؟ بخير الحمد لله، والله العظيم بخير. زينه؟ خير من الله الحمد لله. شغل شلون بالله؟ انا اللي اشوفه هذا الشارع، سالت عليه قالوا السوق الشارع المزدحم. اي شارع المزدحم وشغل خير من الله والحمد لله وشكر. ايوه هذا الوضع، الناس شوي ماخذ احتياطاتها من ان شاء الله، وان شاء الله الله كفانا شره. بس بعد اكو حالات؟ اكو حالات موجوده، بس شنو يعني في حاله يعني الناس راح تقم تروحها؟ ما ترهم هم تريد تعيش، تريد كذا يعني. هسه مثلا انا عامل بسيط وظليت قاعد بالبيت، يا بهي حاله جهال اهلي يوكلهم. عمل منطقيه مصيله له، فلازم تصير حركه. بنفس الوقت هم لازم شويه الناس تحافظ تسيطر على الوضع. ان شاء الله ان شاء الله. اقول لك ماكو واحد يخلى من الجفوف ترى والكمامات، ماكو واحد يخلى من الجفوف والكمامات. ما لابس، ما كنت لابس شوي، اختنقت شويه، صايم واختنقت وشويه نزعت. رحمه الله على والدك حبيبي عيونه. رحمه والدك هسه الدول غير تحس بحساب الفقير مثلا، تحس بك العالم ما عنده من يجيب، مو سد الحظر وانتهى الامر، ما ترهم، اما الدنيا تريد والاخره تريد. زين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما عنده قوت سنه فيعتبر فقير. زين هسه كعاول ترى مد يوسدوس الله وكيلك ومحمد كفيلك بالشعله والرحمانيه كل المناطق، الا ما ندر بعض المناطق. وين اعتمدنا على الدوله؟ زين هم اعتمدنا على المرجعيه. زين والله العظيم اكو عالم ترى تعبانه حيل. زين بس حق الله وكيلك ومحمد كفيلك. ومن عمي انا يا ابو فاطمه. ابو فاطمه يعني شو تريد تسوي يعني؟ مثلا هسه الحكومه قال لك على 30,000 ووضع ال 30,000 هذا اللي الناس لحد الان ما مستلمته. 30,000 ما مستلمه. احنا قدمنا من الناس الله وكيلك باشر وعقبه وعقب عقبه هالوضعيه. صار لك كم يوم قدمت؟ صار لك بال 12 يمكن. اي تقريبا يا والله. انا صار لنا 15 يوم. اي تقريبا بحد الحدود 15 يوم. بعد احنا حاليا ما نعرف شنو الاوقات. احنا لما ينطون ترى منحن للناس ويخلون الناس تشتغل، يوم تجيني منحه انا الفقير اجي اشتري مشروب المحل. اجي واحد رزقه على الثاني، الى انا ما اشتري وجيت بس اتقلب بالسوق ابو المحل شلون يشتغل؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. يعني حتى ابو المخضر هسه بهذا الوضع هم متاثر شغله، لانه اغلب الناس يمكن ما عندها لقمه تاكل، ما عندها طماطم كذا. خلف الله اكو ناس خيره كذا جاي يساعد، بس يساعد هل تقدر عليهم؟ ناس يعني على قد امكانيته. بس هم واحد مره مرتين يساعد، ثلاثه عشر ما يوقف. يوقف بس ان شاء الله خير، ان شاء الله نقول خير. ان شاء الله بكيت الله خير. وانا اقولها والله هذا الشغل يعني مو شغل ناس يعني بسطاء مواطنين يساعدون بعضهم، هذا شغل دوله المفروض تتدخل. دوله تنزل لان بعض الدول، بعض الدول نزلت للشارع قالت انا اريد الشعب، هاي الفلوس لا تردون اخذوها وانتم شفتوها. احنا حاليا هسه انا اليوم انا جايب مفلس ودج على هذا ابو المحل بدي اشتري لي شغله من عنده وانا ما عندي، شلون فيش حاله؟ غير الدولة تسند الفقير على مود الفقير يحرك عجله مال عمل لو لا؟ يحرك السوق. السوق هسه شلون انا لو ما عندي طماطم وتيتا شلون فيش حاله؟ اظل قاعد بالبيت؟
اريد حركه حركه يعني اتساعد الفقير. انا اجي لابو المحل اشتري من عنده يعني تمشي حركه لازم صحيح لو لا. تحياتي وسلامة عيونا حبيبة قلبك على ابو فاضل ان شاء الله حاضر مشكور بحفظكم ان شاء الله تحياتنا لكم حياكم حياكم الله. هذا السؤال اللي يعني اطرحه انا اكثر من مره يعني بخصوص العمل ووضع الناس بهذا الظرف. فعلا مثل ما قال ابو فاطمه يعني هو واحد رزقه على الثاني، وبالتالي يعني بصراحه ابو المحل ما راح يشتغل اذا ما المواطن هو اللي يشتري، يعني مستهلك لازم يكون اكو مستهلك حتى حركه السوق وعجله الاقتصاد على الاقل تتحرك في هذا الوضع اللي بصراحه مرتبك انا اعتبره، لانه ما تعرف الناس شنو وضعها. يعني المواد الغذائيه وضعها، المحلات اصحاب المحلات، تجارات، شيء طبيعي لازم انه تكون حركه بالسوق. السلام عليكم، شوكم شباب؟ رمضان كريم مبارك عليكم ان شاء الله. الصحه والعافيه، حم الله وديك، الله يبارك فيك. حم الله وديك. اخباركم واموركم؟ والله بخير الحمد لله. والله الحمد لله زينه، نعمه من الله الحمد لله. اللي اشوفه هسه بالسوق نص ملتزمه بالكمامه ونص ما ملتزم. والله اكو ناس تلتزم بيها واكو ناس ما تلتزم. اصابات شلون؟ اكو حالات اصابات يمكن ولا ما في؟ اكثريتها مشتبه بيها، يعني ياخذون فحصوه يومين ثلاثه طلع ما في شيء. ها يعني اكثر شيء مشتبه بيهم. والله واحد يعني بس واحد طلع عندنا اكثر شيء بقى 14 يوم شافه وطلع ما بيش الحمد لله. هاي الحمد لله نعمه من الله. نعمه الحمد لله. اكثر ما قلت لك اكثر الاصابات مشتبه بيها. اي زين اسالك عن وضع الشغل. الشعله معروفه شعبيه وعدد نفوسه هوايه، يعني اكو حركه بالسوق. اكو حركه بالسوق. هسه انتم سوقكم بهيك ظرف شنو اكو حركه؟ ناس تعبانه لو الناس بس تجي تباع؟ والله حركه سوق اكو حركه سوق، بس يعني انت بضع كلش قليل يعني بس حركه مجرد بالسوق، لان شوي المال قليل عند الناس، في رواتب قليله فيخافوا من الوضع، يعني كل من على يصرف على قد حاجته اليوميه ما يصرف اكثر من هذا. زين السوق ايش قصر لك هنا انت بس تشتغل؟ والله وانا صغير هنا بالسوق تقريبا صار لي تقريبا بالعشر سنوات بالسنوات. تغير بالشيء بالسوق يعني بالنسبه للمحلات لو هي هاي الفروع من زمان سوق؟ لا من زمان هي سوق، هاي من زمان سوق يعني مو جديده؟ لا مو جديده، من زمان سوق هاي. زين ايجاراتكم شلون هنا؟ والله مو سوق يعني من هذا الوضع، يعني هذا الوضع اكو ايجارات غاليه واكو ايجارات لا زينه، اكو ناس خذت ايجار طبيعي واكو ناس لا نزلت نص من الايجار او طيحت الايجار كليته، اكو ناس لا على وضعيه الايجار مالته يعني نفسه. ما تغير شيء بالايجار ولازم يندفع الايجار؟ ايه ما عندك سلطه علي على ابو الملك؟ ما عندك شيء، انت مؤجر مؤجر تطيح حسابك ما به مجال. تحياتي حبيبي. اهلا وسهلا بكم، شرفتونا حبيبي. تحياتي فدوى قلبك، الله يبارك فيك ويسلمك. هذه اللقطات اللي امامكم يعني مثل ما قال الاخ حركه السوق ووضع السوق. كمامات بايش عندك هذني؟ وشفوف؟ شوف 10 بألف. 10 بألف زين؟ حلو حلو. جايينك هسه راجعين لاخوي. هذه حركة السوق، طبعا الأكثر هو النساء اللي بالسوق الأكثر يعني بصراحة مثل ما تلاحظون زميل حيدر، ولو راح أتعبك اليوم أنا بالمشي، لكن خلينا نعطي العالم شلون الحركة بالسوق، ورغم انه سوق ضيق هاي الافرع استغلت صارت اصبحت محلات واصبحت اسواق، وممكن انه من غير مناطق يجي يتبضع من هذه الاماكن التجارية مثل الشعلة مثلا الكاظمية، هذه المناطق حي جوادين، هذه المناطق هي شعبية وبالتالي بهذه الظروف ربما تكون اكو حركة. جيش تلاحظون انتم جاي تلاحظون هسه الان انه الوضع بداخل السوق. السلام عليكم، شلونك حجيه؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زينه. شلونك؟ رمضان كريم مبارك عليك. يستر عليك كون، حم الله واجد. يستر عليك. ام ناجي. شلونك ام ناجي؟ والله الحمد لله يستر عليك. الله يحفظكم ان شاء الله من هال. يا طيب. اي والله يستر عليك. حم الله واديك. عيني. بايش تبيعين الكيلو؟ كيلو بألف. الف والله
ويا الشغلات اللي هاي كل واحد بربع. ها والله اذا يباع وحدتين. اي وحدتين مو وياي. أي شلون السوق والله مناج؟ تعبان هالايام من هاي من صار هالمرض اللي هسه تعبان. اي والله تعبان. لا ماكو حركه. اي والله انا اللي اشوفه هساني اشوف انه اكو حركه ناس موجوده. اي هسه شويه احسن. شوي هسه احسن. ما ادري اكو بيع يعني لو ماكو بيع. لا خير من الله. خير من الله ان شاء الله. الله يستر عليكم ان شاء الله. صارت مناجب والله بهذا المحل. انا من زمان كنت هناك بلا محل بلا وانا بعدني والله شاب هسه. اي والله. نفس الشغله؟ ها لا قبل خير من الله. هسه نقعد قبل سبعه. اي اي شو اسوي؟ استمريت على هذه الشغله بس الفلافل لو ما سويت بس فلافل. اي والله. شلون شغلها زين؟ والله الحمد لله زين. هسه احنا عندنا مستورد بعد ما بي اسعاره غاليه رخيصه؟ رخيصه لا شلون يبيعونه ب 1000؟ كنا ب 1000 ونص لا صاعد. والله احنا برمضان يصير طلب على البقوليات ممكن يصعد 500. صحيح صحيح. لا هسه لا نفس السعر. خير من الله. اي والله. جاراتكم هنا ومناج شلونها؟ غاليه رخيصه؟ الناس متساعده بهذا الوضع؟ لا ب 500 يخذون 300. لا برا هاي بالشارع 300 اجاره بالشارع. اي هاي شوفوا شلون مقطوع بالشارع. اي اي الحمد لله والشكر. ناجي يشتغل قاعد؟ ناجي عسكري. يستر عليك. هم الناس هم تعبوا في هاي الفتره كلش. اي والله تعبوا وخاصه الدراسه قاعدين شهاده جواروسهم ثاني رحمه الله. كمل دراسته؟ اي والله محط تكنولوجيا واحد حاسبات الحمد لله. اي اي عاشت ايدك انت موصلت؟ استرعى. اي والله خير من الله الحمد لله. يستر عليك. الله يبارك بيك ويسلمك. ام ناجي الخبطه خاصه بيك لو الخبطه عند اي واحد؟ لا لا خاصه بالفلافل. يعني اكو واحد يبتكر خبطه خاصه بي؟ اتصالك هوايه. اي احنا خاصه بهاراتنا مو من العاديه. والله العظيم زين. اكو بيها لا مو زين بهاراتي. اي اكو ناس يقول لك ما اريد هاي السوداء. اي ماري السوداء بس بهارات. اي بكيفه بعد بايون طلباتهم. اي اي الحمد لله. والكيلو يمكن هذا الكيلو لو نص هذا نص كيلو. تسلمين تسلمين. لا هذا يعني حجمه نص كيلو. هذا تحطين عليه خضره وبعد شعد. اي وثوم. اي ذكرتيني بوضع الثوم. الثوم العراقي هسه غالي مو؟ اي والله. ليش تشترين كيلو؟ كيلو بثلاث. لا اي اي هذا راح للعلوه شويه مناسب جابها باثنين ونص. اي اثنين ونص. اي لا شو تسوي هم يردون رخص وما يعرفون فلافلنا من السوق. سوق حشاك ما تاكله. والله احنا شغلتنا هاي نظيفه مي وهاي. اي صار لك عمر بهالشغله هاي وبعدين عندك معاميل ما تقدرين تخسرين. اي والله ما لا ما اخسرهم لا. صحيح. يستر عليك كون. الله يبارك عليك ويحفظك من هاي الوبي. يستر عليك كون. يستر عليك. بيعي الحجيات اذا قلبت. السلام عليكم يوم. ها ما تقدرين؟ لا اشتري اشتري. لا اشتري رجعي. هذه الصور حركه الناس يعني بصراحه اكدت على موضوع مهمه واذكرها. هذا الطفل اللي يبيع خبز. هذه الصور اللي امامكم. هاي الحجيه الغراض العتل القديمه. السلام عليكم. شلونك يوم؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زينه. رمضان كريم عليك. رمضان كريم ومبارك عليك. الحمد لله. الله يخليك ويسلمك. شلون وضعت؟ لا فيني. ها؟ شاهدت الساعة يجيبوننا بالشارع. ليش؟ أنا مرض كبير. لا لا. الولد موجودين الولد؟ إيه. موجودين إن شاء الله. أنت بزودهم مو بزودك هم ما يعني بعد. زودي. بزودك. إيه. إن شاء الله. أنا يدتك حبوبتك. حلوة قلبك شوف. إيه. الله يخليك حبوبة. إحنا نقول حبوبة هسه هنا ببغداد ما يقولون حبوبة. لا حبوبة أنا حبوبتك. أنت حبوبتي وعلى راسي. من الله خلقني. من الله خلقني بغداد. من الله خلقني باب الشيخ. ها باب الشيخ. اي ومنه بصرنا بالمنصور. البغداد للاصليين. والقبل ما اخذ اثنين نسوان. اها يروح يدك. اي
طلقين راح. أمّن هسّت أمّن؟ أم مهدي. أم مهدي. أم مهدي شلون الشغل بالله بالسوق؟ شغلي. شغلك هذا شلون زين؟ يمشي لا حركة إيه. السوق زينة؟ لا والله مو هالكل. مو هالكل. مو هالكل. بس أنا أشوف أكو ناس يعني موجودة بالسوق شو عجب مو هالكل؟ أنا الحمد لله حبوب. أنا يدتك. إي من نعم. حجيت 10 مرات للربع. مرتين للعمرة تقبل الله تقبل الله ان شاء الله بس لا تاخذ صورة علي لا احنا نصور انسها نصور تحياتي لك حبوبه فدوى قلبك رمضان رمضان كريم عليك ان شاء الله وزين والله يسر عليكم انا صايم فدوى قلبك تحياتي تحياتي لك حبوبه هذا الحجي السلام عليكم شلونك حبيبي شو اخبارك الله يحفظك ان شاء الله زين رحم الله والديك دايم الله يحفظك قلبي شلون وضعك والله الحمد لله نسال الله السوق شلونه بالله هسه حركته بهذا الوضع والله ها يعني ما بهاي الفتره الاخيره يعني مو ذاك تعبان من وراء هاي الحظر انا ابو جعفر جعفر الحظر اثر على المنطقه اثر على السوق لو طبيعي نقدر نصي نقدر نصي شوي اكيد طبعا هي اثر والله الناس ما تطلع يعني بس اغلب يطلعون هاي المنطقه القريبين هنا مثل المناطق البعيده مثل هاي ما تجينا قبل مثلا تجينا الغزاليه من غير مغاني يجون يسوقون هنا يسوقون اي قبل يعني هسه بالهذا ما حد يقدر يجيك مسافه او ما يخلونه بالسياره وهاي قليل او يجي مرات يعني بالسكته هيك ياخذ حاجه ويروح فتاثر على السوق كلش يعني فعلا من صار الحظر لحد الان حتى سمو مثلا مفتوح جزئيا مو ذاكل او مرات يعني الناس تجي يعني عن الضوج يجوز يجي مثلا شويه يتمشى ويرجع هيك يكسرها اي زين يعني على حكيك هذا ابو جعفر انه الشعله ملتزمين بالحظر يعني والله احنا ذيك الفتره كلش ملتزمين يعني زين ما زين هاي شنو الغير هسه يعني من انفتاح جزئي يعني العالم تجي رمضان تتسوق يعني ما طول اكو عندها يعني مفتوح هاي تجي تقول لك بس بذيك الوقت لا ملتزمين كان ما يعني السوق احنا نجي شوي قليله ماكو احد يعني قل الناس تجي ومرات يجون ذول الاتحاد يعزلون نعزل من اكو وقت معين تعزلون ملتزمين يعزل يطول مرات يعني مثلا ال 12 وتعزل العصريه ما تفتح ماكو على الكل بس يعني مثلا مخضر مخصص مخضر ابو هذا يبقى عادي ماكو اشكال بس اللي ما عنده مثلا موبايلات انا ملابس هاي لا هذا ما مسموح له بس مثلا هسه ذاك ابو الغذائيه قال له ابقى انت حدك للستة العصر اي ابو السوق سوق الناصر اهل اللي يبيعون مخضر ما خضر عادي يبقون هذا السوق قديم هذا الفرع يعني بهذا الحركه هذا هو اول ما تاسس سوق النصر صار هذا الفرع يعني صار تزامنا ويا سوق الساحه وهاي يعني صار هسه احنا اتجهنا بهذا الاتجاه اكو سوق اي راح يجيك لاقيك سوق النصر اللي هو ملابس ما ملابس ما ادري شنو يعني هيك هذا السوق قديم الظاهر يعني ما دام قديم من زمان من زمان يعني من زمان هو كان اتذكر قبل يعني انا من صغير كان عبر المشروع كان القديم هسه وانتقل يعني سوى هذا صار فهذا للمكان جعفر خلنا شوي نعوف السوق ووضع السوق خلينا نرجع الموضوع حبوبه صار نرجع الموضوع الخدمات بالمنطقه شنو اللي صار بالمنطقه جديد شنو اللي مبنى جديد بالمنطقه شنو اللي شارع يعني شارع مضبوط بالمنطقه صار ماكو والله حاليا يعني ما قليله تجي يعني خدمات هاي وفتره ويروحون يعني مثلا اجي هذا سوق الساحه انفتحوا الشارع مالته ذيك الايام من صارت عيون انت من صار فتح التجاوزات ما شنو انفتح الشارع وصار يعني حلو بس ما رتبوه يعني بس انفتح هيك وهاي هي بس العالم بيلين يجي يرجع العالم ما يسوي له فد انجاز حتى يكمله ويمشي عليه لا هو اجى فتح فتح الشارع لا سوى بلطه لا يا اعطاهم مكانه يا هذا الرصيف هيك يبقى عليه في فتره يرجع نفس الشيء ماكو يعني ذاك انا بنظرتنا هنا شلون هي يمك الحجيه ورده هاي مال الله انسانه كريمه انسانه كريمه وصاحبه حظوبه امانه الله يعني واي واحد احكيها للامانه يعني مثلا يجي يطلب من عتها شيء تطيه لا اله
وبراسه ملقاها كافي ملقاها كافي براسه ايتام يعني دائما مال ابن ابنها بنات بنتها اي عمر هذا وتشتغل وحبوبتنا والله مرات تقول لي يد اذا اقعد بالبيت انا اموت ما اقدر فابقى هنا هي بس حد الصلاه وتعزل العصريه ما تفتح الحمد لله الحمد لله ما تقصرون يا ابو جعفر حبيبي لا لا بالعكس احنا هنا وياها نساعدها لا لا تحياتي لك ابو جعفر اخاتي العزيز حياك حياك الله يا طيب زميلة حيدر خلينا نتمشى بهذا الاتجاه حتى نشوف وضع الناس اللي موجودين بهذه المنطقة حبيبي انت هذه التفاصيل هلا حبيبي شلونك قلبي شو اخبارك نتمشى حيدر هذه اللقطات حبوبه نشوفك بخير نرجع لك هسه شويه نرجع سلم عليك خلينا نشوف المواد الغذائيه او المواد الغذائيه خلينا نشوفها السلام عليكم شلونك عمي رمضان كريم مبارك الله يخليك شلون عافيتك الله يخليك حبيبي الله يسلمك ويسلمك الله يحفظك شلون شغلك الحمد لله شكرا لله على كل حال اسمح لنا بس خلينا تفضل. وضع المواد الغذائيه بالمنطقه شلونه؟ اكو حركه سوق؟ اكو ارتفاع بالسوق؟ لا لا هي نفس الاسعار نفسيتها ثابته ثابته على سعرها والسحب قليل يعني تعرف رمضان وهاي والناس سوقت قبل رمضان و... اي والناس هم امكانيه الماديه قليله كلش قليله يعني وضع الدوله تعبان وضع كله تعبان هو العراق كله تعبان هو ميز طبعا ميز هو شنو ماكو شيء ماكو شيء يعني ينفرح به وماكو شيء يصير بالعراق زين ما نعتقد يعني ما نعتقد يعني ابو من عمي ابو امير ابو امير يعني هسه اللي بعمري ودون من عمري واللي هالشباب هاي الاطفال اللي يشتغلون بالسوق من يسمعونك او حتى بالمدارس يداومون من يسمعونك تقول يعني بهالشكل يعني ما يظل عندهم امل وليش يعني اولادي خمسه خريجين كليات ولا واحد متعي وعلى هالحطة هاي كلية ثلاثة أرباع الشعب العراقي خلني قاعد أبو مير شوي بالله يمك أبو مير نسولف عن وضع السوق أهلا أهلا استريح 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 أبو استريح حبيبي إيش قصة لك هنا بالسوق أبو مير والله هو صار أكثر من هو بيتنا هنا أكثر إيه والله أكثر من 20 سنة 20 سنة إيه هو تقريبا هو هذا السوق يعني هذا السوق إيش قصة له نقول تقريبا 88 ايه ب 88 قبل ما تنتهي ايه ب 87 88 فتح السوق واستمر على هذا الوضع لو فتحت محلات بسيطه وبعدين هالصار محلات بسيطه وبعدين كان الحصار موجود وكل شيء صار هنا بهاي المنطقه يعني كل شيء شو تريد من الابره غرفه الاقشاء كل شيء موجود ايه لانه تعرف الوضعيه بالحصار تغيرت اي تغيرت كلش تغيرت وصارت هنا الامور يعني قبل حتى احنا من نريد ناخذ صوره نروح للكاظميه اريد تشتري اخشاب تروح للصالحيه صارت كلها هنا يعني من 87 لحد الان ابو امير فدوى طفي لنا المبرده اذا اي والله تاثر على الصوت زين ابو امير انت على حكايتك هاي يعني صارت منطقه تجاريه على مستوى عالي يعني لا لا مو تجاريه يعني ما يعني انت تعرف الشعله هي منطقه مسحوقه تعبانه اي منطقه مسحوقه يعني مستعمل يعني ما يعني مثلا هنا كيلوات يعني ما ياخذون قواني يعني هي منطقتنا بصوره عامه هي منطقه الشعله منطقه مسحوقه يعني ما بها فتش يعني الحمد لله شكر الله انا قبل شوي سالت الواحد من شباب ابو جعفر قلت له شنو اللي صار بالمنطقه جديد شنو اللي يتغير بالمنطقه قال والله على وضعها يعني على وضعها يعني ما نبنى بها شيء ابو امير ما نبنت بها مدرسه نموذجيه مثلا لا والله انما نبنى بها مستوى صيف لا احنا مستشفى عندنا القديم هذا من بدايه الشعله عندنا مستوصفات تقريبا بالثمانينات والمدارس هي على حطتها القديمه وبعدين فلشوهن وما نبنى اي والله ما نبنى ما ادري ما اعرف اللي بيها يداوم شلون وين راح؟ والله ما اعرف ما اعرف سووا ثلاثة دوام اربعة يعني اكو مدرسة هنا من هنا يعني هذول الاهالي والمرجعية وما ادري شنو سوتها كرفانات بس كرفانات؟ ايه زين هاي بالصيف شلون؟ بالشتاء شلون والله؟ والله هي قد وصلها المحافظة ما وصلوها؟ والله موجود احنا هنا عندنا نواب وعندنا اعضاء مجلس محافظة بس هي
هي الدولة تعبانة، الدولة تعبانة، ما تعرف لمن تحكي ويا من تحكي، ما تعرف ويا من تحكي، ما يعني ما تعرف مجلس النواب. وصلتوهم ابو امير وصلتوهم النواب؟ بالنسبة لي انا ما اروح، انا ميس منهم. اي والله منهم ميس نهائيا، ما اروح ولا احكي بهالموضوع اصلا. باب رزقك وتسترزق منه. الشكر لله، الحمد لله، الشكر لله. تحياتي لك ابو امير. اسلمك، الله يحفظك، الله يخليك، الله يسلمك، الله يحفظك، الله يبارك فيك ويسلمك يا طيب. انا اخرتك هواي واسف، اخذت من وقتك يا حبيب، الله يستر عليك ابو امير يا حبيبي. هذه الصور، يعني ابو امير رجل. هذه الصور اللي امامكم. ها حبيبي تعال، شلونك؟ شو اخبارك؟ تعال هنا. انا هلا الحلوات، شلونك؟ زين الحمد لله. اخبارك؟ زين. ايش طالع بالسوق؟ ايش انت اشتري لاختي؟ ها اشتريتن؟ اي حلويات؟ اي زين. وين بيتكم انتم، بعيد لو قريب؟ لا هذا لا بس نمشي شوي. بالمدرسة لو مو بالمدرسة؟ بالمدرسة بالرابع. بالرابع شاطرة؟ اي والله شاطرة. اي زين عافية السباعية. زين ليش ما لابسة كمامة؟ اني؟ مو هاي ظلت تبكي وردت البس كمامة وقالت لي خلنا نطلع. شو اسمك انتي؟ رقية. ها؟ رقية. رقية وهاي شو اسمها؟ رؤية. ها؟ رؤية. رؤية؟ عاشت الاسامي. واشتريتن تروحن للبيت حتى بعد شوي تتغدون؟ زين احنا صايمين. ها صايمين. ايه بعد من اشتريت؟ هذا اختي. عافية سباعية، عافية سباعية يا حبيبتي. روح روح للبيت، روح للبيت يا حبيبتي. السلام عليكم، شلونك يوم؟ حياك الله. السلام عليكم. شلونكم؟ زينين؟ شلونك يوم؟ رحم الله والديك، يعطيك العافيه. رمضان كريم مبارك عليك وعلينا وعلى امك. رحم الله والديك، يعطيك العافيه. رحم الله والديك. الحمد لله. الحمد لله. الشعله شلون؟ والله نعمه الحمد لله والشكر. ام كرار. كرار الله هنا. ام كرار رحم الله والديك. تعال هنا هنا هنا. كرار من المنطقه بعد؟ اي اي من المنطقه. اي اي شنو وضع المنطقه بالنسبه لوضع الخدمات؟ والله زينه. احنا بالنسبه يعني اي الخدمات ترى كلها بغداد يعني تعبانه تعبانه. زين. اي توصيف مدرسه وضع حال العام ما بيها شيء؟ لا 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 ما بيها شيء ذني. اي بس اي يعني لا هذا مصطفى. مصطفى اي مدرسه مصطفى. اي بالثاني. شاطر عادل؟ لا لا شاطر. شارع قلبك؟ لا لا شاطر الحمد لله. الحمد لله. شلونك صوفي؟ زين. شو اخبارك حبيبي؟ عبي عشتيدك كمامة لازم. اي اي احسن الوقاية خير من العلاج. اي انا اشوفهم كرار والله الناس يعني هواية ما ملتزمة، ما ملتزمة العالم، ما ملتزمة. لو ملتزمة العالم هذا المرض والله يروح، بس اكثر العالم ما ملتزمة. تشوفون انت تشوفين الاخبار وانه اكو زيادة بالحالات الصح. اكو زيادة بالحالات صحيح. هي لو العالم تلتزم والله هذا الوباء يروح، بس ما حد يلتزم والناس والاخضر يعم على اليابس. اي والله العظيم. يشتغل بالسوق ويجيب العدوى ويرجع للبيت يعني. اي والله صحيح. لازم يعني بالسوق يعني صحيح. تجمع لازم يكون، لازم يكون طبعا تجمع خفيف. اي هسه نرجع الصوف وسالفته. صوفي بالمدرسه شلونك؟ صدق زين. والله زين. كم كم طالب وياك بالصف؟ هواي. تقريبا تقريبا يمكن 40. لا اكثر. اكثر؟ ترى 75. ها؟ لا 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 ترى 75 والله وياه. لا 70 لا بالصف الواحد. الشعبه واحد؟ الشعبه الشعبه ايش قد بيها؟ الشعبه كلها 75. كم واحد قاعد وياك بالرحله؟ اثنين. اثنين انت ثلاثه يعني قاعدين بالرحله؟ الصغير هاي هيك. اي هاي الرحلات الكبار ماكو؟ الرحلات الكبار بلا غير مخليهم. وبيها جام وتبريد لو؟ لا كربانات مدرستهم، لان احنا بالدوانم. دوانم منطقه زراعيه ريفيه. كربانات مدرستهم والله. يعني هاي المدرسه قديمه جديده؟ لا جديده حديثها صار لها 4 سنين. واحد تبرع بيها. أي. للمنطقه لان يعني المنطقه بعيده. أي. على على راس على الشعله. أي. فتبرع بيها واحد خلف الله عليه والله سواها كربانات. أي. والله والعالم يعني بالمنطقه قريبه على المد... على ال... يعني قريبه يعني مدرسه على قد حال بسيطة. اي 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 بسيطة بس نعمة تدريسها وهاي نعمة. الحمد لله. اي
جزاهم الله خير. اي اي نعمه. تحياتي تحياتي. رحم الله والديك، رحم الله والديك. بارك فيكم ان شاء الله. بالسلامه بالسلامه. زاكروس حيات حيات الله حيات الله يوم. بس عادم شباب شلونكم زينين؟ شو اخباركم؟ هذه الصور يعني سوق بيه حركه. السوق فيه حركة نوعا ما، الناس اللي موجودين اعتقد انه حتى من خارج الشعلة يجون لهذا السوق للتبضع، يعني اسعاره تختلف وضعيته تختلف بسبب انه الوضع العام وموضوع المخضر وغيره. هو يمكن بالبداية كان المخضر ووضع السوق بالبداية، واكو سوق بالنهاية حسب كلام الاخوة المواطنين اللي تحدثوا. هذه الصور امامكم تلاحظون اسعار دائما تكون اسعار السوق السوق بهذا الكميه بهذا العدد من الناس المواطنين بمناطق شعبيه يكون بها سوق نوعا ما متحرك وزين. السلام عليكم. قواك الله اخوي، شلونك؟ والله اخوي لو ظل قاعد هم بكيفك. الله سول هذا الكرسي ما صعبه، ما حد يتيه. اي صعب بينات الامير، عوف المجامله، ما حد يتيه. الكرسي عزيز ينسى الاول والتالي. سول شلونك؟ شلون عافيت اخوي؟ الله يوفقك، رمضان كريم عليكم ان شاء الله وعلى العراقيين ان شاء الله وعلى امه محمد. اللهم ربي اللهم ربي يرحم الشهداء بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. وكل الهلا ومرحبا وكل خطوة ألف هلا. بدون قلبك الله يستر عليك ويخليك. أخويا اسم حضرتك؟ عمار علي جبر. حبيبي عمار، إيش قد صار لك بالسوق وبجد صار لك بهاي الشغلة؟ أنا هاي الشغلة بصراحة نوعا ما انفقدت عندنا. هسه في تروح المناطق ما عندهم. المستاذ وغيرها التفاصيل والخياطة هسه. صحيح. لأن مستورد وصار رخيص وموضوع. صح. ما حد يجدد. صح. عجب مستمر في الشغله. اولا هاي الشغله انا مستارتها وراث عن اهلي، وبنفس الوقت هي هندسه ومعماريه، يعني فن، شغلتنا فن. صح. اي فش خياطه فن، بس هالتجاره اذانه ماكو بعد ايد عامله. منتج وطني بعد راح انتهي من وراء يعني الصيني، الصين بالمجمع يعني كل. هسه كانت هسه انا شفت الجنطه عندك تخيط جنط. اي هسه الجنطه اذا تريد يعني اذا تجري تشتريها ب 5000 7000. صح. ومو من نوعيه جيده الرديئه. زين. اي احنا شغلنا مثل ما يقول حقيقي، جلدنا طبيعي، ماكو جلد مثل جلد العراق والدباغه العراقيه. اسال هاي وين راحت؟ هذا الرشيد له تاريخ عريق، المتنبي وين الغريري، يعني شغلتنا ارقى شغل هو شغل العراقي. زين وين هسه عمار؟ هسه واحد غريب في دول. وين الشغل العراقي؟ ما اريد اتعبك، مو قلت لك هذا المستورد اذانه. اذانه يعني حطم عوايل، تعرف شنو حطم عوايل؟ فلشها، خلى العالم كل ما يريدون يحجون. انا مو محبة بالدولة هم حقيقة، وما مستفاد منها كل شيء عدا الله وآل بيت محمد. بيك حيل تشتغل، ما بيك حيل هم ما تشتغل، وما اميل لاي بشر، هم خليها ببالك هاي. وانا بخدمتك. هذه الانتاج المستورد الخارجي ثق برسول الله فلش عوايل. هسه هو اي شاب كثر عندنا احنا بيا زمن، بيا زمن انت شاب وانا شاب، بيا زمن بد يوم الايام صفنا وقلنا شاب عراق انتحر. بيا زمن ما صاير بالله عليك اسالك، بالدين التعبده عفنا ما نتذكر، والله ما اتذكر واحد انتحر بزمن. ليش هسه صارت هاي الحاله؟ انا اقول لك لي. اسالني انا اعطيك جوابك. اسالني قل لي ليش. ليش هسه؟ ليش انا 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 لك ممنون. اولا الحاله النفسيه صفر. ثانيا شاب تلقاه بعبر الورد 1000 دينار ما بجيبه، تعبان على روحه. ليش؟ شهاده بكالوريوس، دبلوم، ماجستير، دكتوراه، تلقاه بالاشاره. ليش؟ زين وين هاي العالم التعبت؟ انت استاذ او مدرس او استاذ جامعي، انت تعبان وخرج هيك فل حلوه شباب. احنا كون المفروض يتمنون هاي الشباب. ليش عمي؟ يعني مو هذا الحكي حتى مليناهم. اكون عمار يعني هسه منطقيا شغل المعامل وخلي العالم تشتغل. والله يعني
هسه هذا هذا الفكره اللي ممكن الدوله ان تقوم بها. حجي حجي سلام عليكم، رسول الله يقول اياكم والمجامله، المجامله بالنار حبيبي. الله يوفقك، من يخليك؟ يا اللي يخليك. ليش المعامله هسه مو رجعت عندنا بعض المعامله اشتغل؟ حبيبي ابو غريب اشتغل اسبوع ثاني يوم جاء وسدوه في دول قلبك، الله يخليك، يا يشتغل يا اللي يخليك. المنتج الوطني اقرا عليه السلام، باي باي. ماكو هذا منتج وطني بعد ماكو. انا اليوم انت اليوم حضرة جنابك الكريم تجي عندك شغله مرتبه نازكه، انا اشوفك تشتغل احاربك اضربك، بمجرد انا اكون سوا تكون جيبي متروس، جيب اخوي ما له علاقه به، اهم شيء انا. اي وعندنا احنا يقول ان اسوه حسنه برسول الله، احنا افضل الامام. رسول الله يقول، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول حب لاخيك ما تحب لنفسك. وين هذا الحكي؟ انا اليوم ارد اصعد على قفاك في سبيل انا اكون اصير زين، بدي اذبحك واخذ كل مستوى. اي اي ناس تعبت نفسيتنا، واحنا نرجو رجاء رجاء نقسم عليكم بالزهره، واحنا اليوم عايشين استشهاد سيده ومولاتي خديجه، نقسم عليكم بالديانات بالرسل بكل الكيانات الله اللي انزلها علينا، يا دوله يا دين يا مراجع يا كل من عنده غيره، عينكم على هاي الشباب. احنا هسه قبل ايام مطين شباب لبت الدنيا، لبت يعني كم شاب فقدنا، يعني ذاك اليوم هاي مال مكيشيفه، شنو مكيشيفه عمي؟ وين القاده العسكريين وين راحوا عمي؟ رحم الوادي كنت جاوبني، انت موصل تهيجك جروح وراح تروح، انت اخذت لقاك الله يوفقك. انت اعلام انت غير توصل لو انا غلطان. بالله عليك يا بد يوم الايام شفت جيشنا منهار العراقي. بالله ورسوله ها؟ جيشنا للاسف يعني مشكله، هي تحكي لك حكايه لانه القاده هم قادتنا وين راحت حجي؟ في دول قلبك قادتنا، شنو كم واحد مخربط ما يعرف وضعه وين؟ ما نريد نحكي مو تلفزيونات وفضائيات يقولون هذا الانسان يتجاوز، لا بالعكس بالعكس احترمهم واحترم رايهم واحترم كل، بس عمي احنا بين فتره وفتره امهاتنا مفجوعه. صحيح. ما نروح نعيد عمي نروح للنجف؟ ليش عمي؟ واحد المفروض انا مو اقول لك احنا انبياء ولا مرسلين، احنا بينا اخطاء الله شاهد، واحنا لو ما عندنا اخطاء ما يصير بينا هذا الضيم. سبحانه عز وجل يعرف شلون يؤدب الانسان، طردنا من جوامعه، طردنا من رحمته، طردنا من امته، احنا مو ناس، صح نريد نرجع لله، بس يا اخي حدث العاقل بما يعقل. جيش وعتاد وسلاح امكانيات وصرف وفلوس رحمه لوالديك. انا اليوم من ارد حضره جنابك الكريم اخي، اليوم انا مو بحاجتك، اذا انا عندي قدره متمكن مو هيك، عندي خطط عندي كل الامور دارجها. قلنا يا طيب الى راجعون، هاي حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وعلى كل طاغي والله ما ينسى. هذا العبد الفقير والله مواطن، لا بالعكس، لا عموري عموري حبيبي يمكر ويمكرون والله خير الماكرين ونعم بالله. اي وكم ايه كريمه تقول بسم الله الرحمن الرحيم قفوهم انهم مسؤولون، وين يروح من محكمه الله؟ انا بلط قشمر تحياتي لك يا طيب فدوى قلبك يا حبيبي يا حبيبي انت، لا بالعكس لا حبيبي عموري مواطن مواطن ومن حقه يعبر بما يشوفه انه مناسب له، وبصراحه كل الاراء محترمه وهذا مواطن وحقه يعبر عن ما بداخله، لذلك انه بابنا مفتوح لكل مواطن يعبر عن ما في داخله ويتحدث بمنطقيه بواقعيه، وحق الرد مكفول للجميع، وهذه اكررها دائما، حق الرد مكفول للجميع دون استثناء. لذلك اليوم بهذا السوق بوضع الناس بحركه السوق اللي سولفنا عنها، حركه الناس اللي بيع وشراء اللي موجوده بداخل الشعله، وهذا السوق واحد من اهم الاسواق او الشوارع التجاريه بالشعله، لذلك انه هذه الصوره وهذه الرسائل اللي نسمعها وتسمعوها، وعمار يمكن حكى يمكن ما اقل ما يمكن الحديث به، وختمها بآية قرآنية وقفوهم انهم مسؤولون، وبالتالي فعلا يعني المسؤول وين دوره؟ احنا من نقصد المسؤول مو القصد نخلي نكبر الفجوه بين المسؤول والمواطن، لا، المسؤول اكو بيهم جزاهم الله خير جاي يوصلون للناس ويقدمون اللي يقدرون عليه، واكو ناس لا، اكو مسؤولين لا،
حائر بس بروحه وكأنه هو جاي من عالم آخر. للأسف أنه حتى بأيام الانتخابات من يوصل المناطق يروح المناطق الشعبية، ونجيب على سبيل المثال مناطق الشعلة وغيرها، وهاي الناس البسطاء اللي عايشة بالقوة، وينطيهم الجدول الأعمال الخاص به أو برنامجه الانتخابي، وتسمع البرنامج الانتخابي وكأنه هذا ملاك جاي. بعد ما يوصل الكرسي، بعد ما يوصل الكرسي ينغلق الجهاز ويتغير السيم كارت، وما يشوفه ولا راح يوصل مواطن يوصل لعتبة الدار. هذا بصراحة هذا اللي كبر الفجوة بين المسؤول والمواطن، وخلى المواطن ما عنده ثقة بالمسؤول. لذلك أنه هذه رسائل الناس، رسائل منطقية، رسائل واقعية، نتمنى أن نسمعوها، نتمنى الأخذ بنظر الاعتبار ما دام أنه أكو ناس تعمل وأكو ناس موجودة على أرض الواقع وجاي تقدم، وبالمقابل لازم أكو حقوق وأكو واجبات لازم تقدم للمواطن اللي جاي يضحي وينطي نفسه لأجل هذا الوطن، لخدمة هذا البلد. عموماً ما ردنا نسولف، السوالف هم تكون قليلة مو منصفة بصراحة بالواقع. عمورة حبيبي شوفك بخير يا طيب. هذه اللقطات، هذه الصور، هذه الرسائل لازم تنسمع، هذه الرسائل لازم تنسمع لأنه من الناس. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو أخبارك؟ رمضان كريم مبارك عليك، شلون صحتك؟ إن شاء الله زين. أبو من؟ أنا أبو سيف. أبو سيف أخوي هنا، أبو سيف خلينا نسولف أنا وياك، شلونك؟ الحمد لله الله يسلمك. شلون الشغل اليوم بالمنطقة؟ والله الحمد لله زين، صار لنا ثلاث أيام نعمل الحمد لله. تحرك السوق شوية؟ إي تحرك الحمد لله. أنتم أهل الملابس خصوصا هاي الأيام يعني يصير باب رزقكم شوي. هاي الفترة من رجب يعني وشعبان أي. ورمضان حركة قوية تصير. بس هاي الفترة مال المرض تقلل الشغل يعني، مو ذاك الشغل. لأنه حضرت جوال والناس خايفة من هذا. إي كلها لحد الآن خايفة الناس. ماكو. اكو ناس ملتزمة بالحظر ووضعه بالوقاية لو قليل قليل حيل قليل بالشعلة قليل اي بالشعلة يعني قليل بس الناس محافظة يعني تشوفوا يلبسون وهاي ايه كمامات يعني اي عادي طلع زي. بس هي يعني هسه هاي الفترة شوية صارت حركة ذيك الفترة لا قليل ما حد يطلع يعني قليل الناس زين ابو سيف ايش قد ايجاراتكم هنا عادة تساهلوا وياكم هالاملاك والله هذا انا خلف الله عليهم انا ايجاري 500 نزلوه كله جزاهم الله خير هذا ابو الملك ولد هو تركي بتركيا الولد عايش هو وعائلته هذول بيتهم صادق قال لي اعطيت ال 500 قال لي لا هاي نازلات هذا الشهر لك جزاه الله خير يعني 500 مو قليلات لا مو قليلات وبيش الظروف اي يعني شال حمل يعني حمل ثقيل طبعا اي الحمد لله والشكر ما الناس ما قصروا يعني اعطيتهم المبلغ ورجعوا قال لهم بس اعطوني فلوس تحويل الى تركيا خذوا يعني مبلغ قليل ال 500 كلها طيحوها جزاهم الله الله يسلمكم هذا البيت ابو صلاح هاي الناس يعني اللي يتقدم بهذا الظرف يعني هاي يعني انجاز والله من نشوف المواطن مهتم باخو المواطن يعني هوايه دربونا ثلاث ارباع نزلت بس هذول الناس نزلوا هواي وهذول عندك بيت حجي هم نزلوا العماره هاي نزلوها يعني ساعدوا الناس هواي هسه نعوف السوق ابو سيف المناطق السكنيه البيوت الايجار الشقق الايجار هم نزلت من الاسعار لو عندي ولد ابن عمي بالمقطع احمد الذهبي يعني نزل الايجار 350 نزل لهم بس اكو ناس لا اخذت غصبا عليهم تقول اعطيني ايجار يصير عليك ايجار مو كلها سوى اكو ناس ترحم اكو ناس ما ترحم اي الحمد لله وشكرا تحياتي لك احم الله والديك يا طيب الله يبارك فيك حياك الله حياك الله ابو سيف هذه الصورة اللي أمامكم طبعا ما شاء الله حركة السوق مستمرة عليكم السلام حياك الله يوم شلون الزينة أهلا وسهلا حياك الله يوم هذه اللقطات اللي تشوفوها طبعا اللي لاحظت بهذا السوق تحديدا أنه حركة النساء أكثر من حركة الرجال داخل هذا الزقاق أو داخل هذه المنطقة التجارية خلينا نشوف الافرع ما دام احنا قربنا على الافرع لو نتوكل لقدام السلام عليكم شلونك عمي؟ حبيب الله كريم على الجميع بارك ان شاء الله عليك الله يسلمك يا عمي طيب. حبيب الغالي يعزك الله
ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. نتامل خير من الله سبحانه عز وجل. تسلم من الله. الله يسلمك. عمي ماكو احتياطات لا كمامه. والله انا يعني اولا الابتعاد من الناس اكثر شيء هاي اي والملامسه ما تلامس نهائيا. المهم هو مسألة الوقاية هي موجودة وبعدين من أوصل البيت أنا الحمد لله والشكر محضر كل شغلات التعقيم وش اسمه هاي إيه. فأكثر شيء الملامسة الابتعاد عنها. الكثير من الناس يقولون الكمامة يعني مو ذاك النفع الحقيقي يعني إيه. 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 على العموم فكثرة الملامسة وشها يعني مبتعد من عندها وإن شاء الله 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 هو خير حافظي عيسى أبو علي. علي من سكنة المنطقة من الشعب. نعم نعم من الشعب. وضع الشعب شلونه بالله؟ والله الخدمات بالنسبة للوضع التجاري بالنسبة للشباب اللي يشتغلون ما يشتغلون. الشباب الفئة المحرومة التعبانة ولهذا امتهنوا مهن مو بالحسبان ولا مثل طاقاتهم اللي موجودة. الناس خريجين وشباب يعني بعمر الورد تشوفه يا أما راكب للتيك توك يا أما بعربانة وهذا هذا. المشكلة هي هاي يا أما ينحرف يا أما يشتغل بهاي المسألة. أما كخدمات لا الخدمات دون الصفر يعني شنو لحد الآن من السقوط لحد الآن شنو اللي قدموه للشعلة باللي طولهم شارع. أنا سألت يعني قبل شوية رجل هم أبو أمير قال أكو مسؤولين عندنا أكو عندنا نواب المنطقة أو أكو عندنا والله والله إحنا كل أهل الشعلة نتحمل إثم أمام الله اللي انتخبنا هيك ناس. والله نتحمل إثم أمام الله اللي انتخبنا هيك ناس اللي يجيك يسوي لك إياها قمرة وربيع وبالأخير ما تشوف شكل الزفر هيك. خلي أقول أنا مع احترامات لقناتكم وش اسمه قد ناس فقرة موجودة وينهم وين صاروا هاي الأزمة اللي يعيشون بها الفقراء الموجودين وينهم هم من اللي طلع راسه بهم من وين يوصلون وصلوا للمنطقة وصلوا للناس هم هنا يعني على الأقل البيوت اللي موجودة التعبان. خل أحكي لك شغلة واحدة والله العظيم هذا التكافل الاجتماعي الموجود بين المواطنين قسما بالله أنا أشوف الحالة الموجودة الناس يا دوب عندهم هذا العشاء مالتهم يتقاسمون بي ويجارهم وهذول أصحاب الملايين ولا المليارات ماكو بعد الملايين المليون صار فد رقم تافه المليارات هم بالنسبة لهم ولا واحد بيهم قال خلي أوقف ويا شعبي ويا ناسي ويا اللي انتخبوني وهو ما يسوى له قيد أنمله والله حرام هيك. بس شو سوى هي الحال يعزك الله صحة وعافية إن شاء الله للجميع نسأل الله ورسوله الحماية لكل الناس. اللهم آمين. الله يسلمك أبو علاء. آسف أخرتك يا حبيبي. آسف والله نشوف وضع الشباب إحنا بس السلام عليكم بعد طبيتكم أنا وين شلونكم الله يساعدهم شباب رمضان كريم مبارك عليكم إن شاء الله شلون عافيتك الله يستر عليك ويوفقك الله يسلمك أمورك الله يخليك الحمد لله شلون الشغل خويا والله نعمة الحمد لله نعمة الحمد لله والشكر زين عطوراتك على وضعيتك هذا كله مستورد ماكو بعد عراق ما عندنا اي شيء عراقي لا شيشه لا عطر لا محلول ابد والله ابد 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 صيني لا والله والله ما عندنا اي شيء عراقي مستحيل ماكو اسم الخير انا حسين علاوي ولو تجاهد تشتغل وتسوي خبطات بس اريد نسولف وياك على العطور والله حتى الناس هم تفهم الوضع العطور وضع العطور المرغوبة شنو هسه ما مرغوبة بالصيف اكو اشكال بالشتاء اكو اشكال طبعا العطور الصيفية تختلف على العطور الشتوية العطور الشتوية دائما تصير بلاكات الحارة العطور الصيفية بلاتليوم دوتشي كابانة فانتازي وسط الليل المكياج هواي عطور يعني الباربي نسائي السوفاج هسه اجى جديد الهوس عطور ابو علاوي يعني هذه العطور اللي تنخلط موجوده عندك هسه هذه خلطاتها يمكن ما موجوده بالدول يعني بس احنا عندنا هذا انه تخلط نوعين ثلاثه او اربعه ممكن او بعد يوصل خمسه يمكن اي التعبئه موجوده بكل الدول موجوده بس الخلطات بس بالعراق تقريبا اكثر شيء هم ما يخلطون اغلبيه الدول هي هاواي هاواي فيجي فيجي احنا عندنا لا نعتمد على الخلطات اكثر من العطر واحده اي طبعا مو هو الجاهز موجود مثلا هاواي بدل ما يجي يعبي عندك هاواي يشتري جاهز ويخلص بس من يجي يخلط ياخذ شيء يعني مميز توصل اسعاره بالله
والله عندنا هاي ب 2000 دينار بثلاثه بخمسه وعندنا بعشره. اي اكو عطور فرنسيه واسبانيه والمانيه وانجليزيه. توصلكم هسه هاي توصلكم بسهوله مو؟ بسهوله، الشورجه موجوده متوفره جمله. حبيب قلبي يا طيب يا حبيب حبيب حياك حياك الله. انا اسف خويا خليتك تقوم حبيب. سولفنا عن وضع الشباب، سولفنا عن وضع السوق، سولفنا عن وضع المعيشي للانسان اللي ساكن بهذه المناطق. وبصراحه كل الرسائل اللي تحدثنا بها تحدث بها المواطن هذه رسائل واقعيه، وهذه الرسائل مهمه للي يسمعها ويخليها بدماغه وداخله وتاثر به هذه المعلومات. كل الناس قصص، كل الناس اشكال والوان الروايات، ممكن تكون صادقه او تكون غير صادقه. لذلك نحترم الاراء ونحترم من يقدم الاراء بشكل او بشكل اخر، ونحترم حق الرد، ونحترم وجهات النظر اللي تنطرح في برنامج واحد من الناس او البرامج الاخرى. احنا تواجدنا بين اهلنا وناسنا هي هاي رساله انسانيه، رساله محبه، رساله تعايش، انه احنا موجودين. احنا موجودين داخل السوق ويا العمال، داخلين باصحاب المحلات وياهم، داخلين بوضع السوق، داخلين بمعاناتهم اليوميه. اللي نقدر عليه نقدمه، اللي نقدر عليه نقدمه وما نقصر به. بس للاسف هي الرقعه صغيره والشق كبير. تحياتي وسلام لكم، انا احمد الركابي والزميل المصور حيدر العماد. نشوفكم باكر بخير وسلامه في منطقه اخرى وبمكان اخر ان شاء الله. انتظرونا يوم غد، الى اللقاء.